صار يوم حاكمين حقد على التلفازه وحاكمين حقد على 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 اسمه على النظام. انت روك رحت طحت لهم انت، انت روك حطيت روحك قال ها هو ها هو انت تصنعوا هاك تشوف انت تدير حاجه. قال لك مثلا الجنسيه هي اللي دور دور ضدك، علاه؟ باسكو اللي راهم دوكا في السلطه ناس حمقى، هذه هي الحقيقه. تالو كان جاو دركوما عينوا لك صحفيين الناس اللي عندهم مستوى الله الله، ويجيب لك انت موائد مستديره من ناس باحثين وناس مفكرين وناس كذا، من بعد انت هذيك الرداءة ترميها شيئا فشيئا تروح، شيئا فشيئا تروح الرداءة باش انت دوك عندك الاوساخ انت في الدار باش تنظفها، تنظفها بالوسخة. نو صح تنظف تنظفها تنظفها بالناس نظاف. غدوة انت كي تحط ناس في التلفزة تجيب انت ناس في المستوى. شوف مثلا غير الاخراج تاع المره هذه اللي داروا خطاب تاع تبوع، شفت الفرق بين الاخراج اللي داروه المره هذه والوسمو دوك نشوف انا الاخراج هكذا نقول لك ما شاء الله. مانيش متفق مع تبوع، مانيش 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 متفق مع تبوع، مانيش متفق مع الخطاب تاعو، بصح راني انسان عقلاني راني نشوف قال انا هذه ايماج مليحه للجزائر. شو انت قال لي كادر مليح، قال لي بلوم مليح، قال الصوم مليح، قال شفت انا ما نجي لو ماركي لو ماركيت لا ديفيرونس. احنا حابين هو انه التلفزه نتاعنا تكون الطوب ديما هكذاك، فهمت؟ حابين التلفزه نتاعنا تكون هكذاك في الحوارات. انت وين شوف روح انت عاود رجع للتسعينات تشوف انت الحوارات نتاع مراد شبين تشوف وربح خضري وهذاك راح لي اسمه راه في في الماريكان عبد الكريم سكار والاخر والاخر والاخر. تشوف انت حوارات ما شاء الله مستوى عالي، مستوى عالي جدا. تشوف انت درك ناس حاطينهم حاطينهم مسخين بهم الارض، وكاينين صحفيين راهم مهمشين يا خويا. راه كاين عندنا طاقات، عندنا 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 ما شاء الله عندنا اميرات والله، راه عندنا صحفيات غير يسواو يغلاو، عندنا صحفيين يسواو يغلاو. خلي يا خويا الكلمه للكفاءه، خلي يا سيدي ينتقدوا راه المشكل. انتقد على روحك، ربي الناس تسب فيه، ربي الناس تسب فيه. خلي ينتقد على روحه يا خويا، ينتقد خير من اللي يروح هو يقتل والله يروح يدير كذا. يا وانت تسحب له تسحب له في البساط، انت كي تعود انت تسكر برك تسكر تسكر من بعد انفجار.